قبل هجوم حماس غير المشروع على إسرائيل في 7 من أكتوبر كانت غزة بالفعل من المناطق الأكثر مأساوية في العالم. جميع أعضاء مجلس الأمن قد نددوا بقتل المدنيين الإسرائيليين غير المشروع واحتجاز 96 رهينة بما في ذلك الأطفال. نحن نؤكد على هذا التنديد اليوم، ولكن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا شعب غزة الذين يعانون بشكل هائل اليوم، ولذا وحدة المجلس تكتسي أهمية قصوى في هذا الملف في هذه المرحلة. في يناير من هذا العام تقييم الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية في غزة أوضح أن 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة، نصفهم من الأطفال. 60% من الاحتياجات كانت خطيرة أو كارثية. في العقد الماضي عاش أهل غزة العنف 3 مرات، فقد الأطفال الأمل. اليوم المدنيون في غزة مرة أخرى يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن. غزة وهي أكثر الأماكن المكتظة بالسكان تخضع لحصار من دون الوصول إلى الغذاء والمياه والأدوية واللوازم الطبية والكهرباء. 2 مليون شخص يعتمدون على خط إمداد واحد فقط للمياه، ومحطة توليد الكهرباء توقفت عن العمل بسبب غياب الوقود. المجتمع الدولي ينبغي أن يقر بذلك، ينبغي أن يقر بأن إجلاء أكثر من 1 مليون شخص لا ملاذ آمن لهم ولا مساعدة لهم، هذا الأمر طلب غير مشروع لا يمكن حتى أن يتحقق. ولذلك على المجلس أن يتحرك، عليه ألا يكتفي بالبيانات، على الأقل هذا المجلس ينبغي أن يتحد لحماية جميع المدنيين، لإطلاق سراح الرهائن من دون قيد أو شرط، وتقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن. لابد من ضمان الوصول إلى الكهرباء واللوازم الطبية والغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية. لابد من وضع إطار لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن ومن دون عراقيل. لابد أن نضمن أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني. الدعوة إلى وقف إطلاق النار الإنساني أمر أساسي لتحقيق كل الأهداف التي ذكرتها. مشروع القرار التي تقدم به الاتحاد الروسي يستجيب إلى هذه الاحتياجات الإنسانية المحددة، ولذلك صوتت الإمارات العربية المتحدة لصالح هذا المشروع، ونشعر بخيبة أمل أن هذا المشروع لم يحظى بتوافق الآراء. نشكر الرئاسة على جهودها ونأمل أن نتحد وأن نوحد صوتنا لأجل من يحتاجون لهذا الدعم على الأرض. سيدي الرئيس، نعتقد أن هذا المجلس ينبغي أن يتحد بشأن مسألتين. أولا، القانون الإنساني الدولي ينبغي أن الحفاظ عليه، والهجمات العشوائية ينبغي أن نرفضها فهي غير مقبولة، وحلقة العنف بشكل عام ينبغي أن تكسر. إن أحداث الأيام 9 الماضية قد أوضحت أنه من دون أفق سياسي واضح شبح إراقة الدماء سيظل يخيم على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. محمود درويش الأديب الفلسطيني قال إن الحياة الذي تعرف على أنها غياب للموت هي ليست حياة تستحق العيش. الفلسطينيون والإسرائيليون لا يستحقون فقط الحياة والحد الأدنى، ولكن يحق لهم أن يزدهروا جنبا إلى جنب في دولهم المستقلة. أشكر الإمارات العربية المتحدة على هذا البيان.